بدورنا في فرقة الصفوة المحمدية نتقدم بالشكر الجزيل لمجلس مقاطعة المعارف رئاسة ومجلسا وموظفين وتقنيين على إحياء هذه الليلة المباركة الروحية، ونشد بحرارة على هذا المجلس الذي فتح المجال وفسح المجال لأبناء مقاطعة المعارف. ونحن بدورنا ندعو الله تعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن تكون هذه الليلة في ميزان حسنات من قام بها وسهر عليها، وإن شاء الله يعني مقاطعة المعارف على ما نرى يعني قد نحت منحة التشاركية مع الجمعيات ومع الفرق الفنية. نتمنى من الله تعالى أن تكون هذه بداية تعاون وتشارك وتشاركية إن شاء الله، والله من وراء القصد وويد السبيل. اليوم مجلس مقاطعة المعارف كيدير هذا النشاط في إطار الأنشطة اللي كنقوموا بها. من بين الأنشطة اللي كنقوموا بها كمجلس مقاطعة المعارف خدمة لصالح ساكنة مقاطعة المعارف وصالح الجمعيات الجادة، كنوعدوا الساكنة بأننا إن شاء الله كنحاولوا نبدعوا ونبعدوا من النمطية ونحاولوا أنه غيكون أنشطة في مستوى مقاطعة المعارف.